عصير بعضها اعتبر الأعنف منذ قرن اجتاحت دولا وضعتها جغرافيتها في منطقة بحر الكاريبي على مسار هذه الظاهرة الطبيعية التي فرضت موسما لها في كل سنة، غير أن هذه السنة لم تكن كسابقاتها سواء بالنسبة للأمريكيين أو الفرنسيين أو الكوبيين والمكسيكيين، ذلك أن الدمار كان واسعا وشديدا، بدت معه كل الاستعدادات قاصرة في مواجهة غضب الطبيعة. اليوم حرب ضد الأعاصير، وغدا وقت لإحصاء الخسائر وجبر الأضرار وإعادة الحياة تدريجيا إلى مناطق كادت الأعاصير تمحو وجه الحياة من فوقها. تقرير مريم أبايش ثم نبدأ النقاش. إيرما وخوسي وكاتيا وهارفي ليست أسماء دراما سينمائية، بل أعاصير تعتصر من قبلها ومن بعدها قلوب ملايين في المحيط الأطلسي، ألما مما تخلفه من كوارث وخسائر في الأرواح. مطلوب من أكثر من 5 ملايين شخص مغادرة فلوريدا قبل قدوم إعصار إيرما خلال ساعات. جورجيا أيضا في حالة تأهب قصوى لاستقبال الضيف غير المرغوب فيه قادما من كوبا. هناك ترك إيرما أثاره بعد أن حل فيها بما يعرف بالفئة الخامسة، دمار ومشردون. وصلت سرعته إلى 295 كيلومترا في الساعة. أجلي أكثر من 1 مليون شخص من منازلهم كإجراء وقائي. في جزر الكاريبي وصف السكان ما حدث بأنه أشبه بالقنبلة الذرية. قال سكان جزيرتي سان بارتيميلي الفرنسية وسان مارتان الفرنسية الهولندية إنهم عاشوا رعبا وكابوسا خلال الإعصار. قتل عشرات وأصيب عشرات أيضا. أما حجم الدمار فقد يحتاج إلى أيام للوصول إلى المناطق المنكوبة وتقدير الأضرار. وفق ما قال مسؤول فرنسي، لم يترك الإعصار سقف بيت واحد إلا واقتلعه في شمال الأنتي. استنادا للأرصاد الجوية الفرنسية، إيرما هو منذ الآن إعصار تاريخي لا سابق لشدته في المحيط الأطلسي. المكسيك تحت رحمة إعصارين، كاتيا وخوسي. تسبب كاتيا في انزلاق أرضي في بلد يعاني أصلا من الدمار الذي خلفه زلزال الخميس. أما خوسي وهو في فئة 4 فكان يمضي على نفس مسار إيرما، مسار شمل جمهورية الدومينيكان والبهاماس وهايتي والجزر العذراء. تحبس الأنفاس لما سيفعله إيرما بسواحل فلوريدا الساحرة. استبق البعض وقوع البلاء وتوقع خسائر قد تصل إلى 200 مليار دولار. يتخذ بعضهم احتياطاتهم لتقليص الأضرار، فثمة من رفض مغادرة فلوريدا رغم التحذيرات. كثيرون سيتذكرون إيرما وكاتيا وخوسي وهارفي، ولكن ليس بكل خير. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور بدوي رهبان، مدير وحدة الكوارث السابق في اليونسكو، ومن ولاية كولورادو عبر سكايب بوب هنسون الخبير في الأرصاد الجوية. أهلا بكما. لكن قبل ذلك نستجلي آخر المستجدات على السواحل الأمريكية، ومعنا من ميامي مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، مع اقتراب موعد وصول إعصار إيرما، هل من مستجدات في ميامي؟ المستجد الأول وأعتقد النهائي بالنسبة للسلطات هنا في ميامي أنها قررت الآن أن تتوقف عن مطالبة الناس بالجلاء والخروج من منازلهم، ولذلك قبل ساعات فقط سلطات ميامي والمناطق الساحلية قررت أن تكون ميامي والمدن حولها مناطق محظورة، وتطبق الآن قانون حظر التجول، تمنع الناس من الوصول إلى الشواطئ لأن الخطر بالفعل قادم، وربما هناك
هناك من لا يؤمن بهذا، ولكن الخطر قادم. قبل قليل إيرما مرت من فوق سماء كوبا، والاتصالات الآن مع كوبا غير معروفة. نعرف من خلال وسائل الإعلام أن بعض المراسلين اضطر إلى الاختباء في خزانة الملابس في غرفة فندقه، ما يعني بالفعل أن السيناريوهات المرعبة التي ننتظرها الآن في ميامي وكامل جنوب الولايات المتحدة ربما ستتحقق. نحن الآن في ميامي في الضواحي، ليست ميامي السياحية وكما ترون، وإشارة أيضا إلى حياة الاقتصادية، ذلك هو مطار ميامي. تصوروا كم من الملايين دولارات التي تدخل مطار ميامي. ها هو الآن المطار أمامكم، تشاهدون في البعيد أكبر الشركات الأمريكية American Airlines، وقد أوقفت كامل عملياتها. ليس هناك إقلاع، ليس هناك هبوط take off landing، وهناك أيضا داخل المطار حوالي بضع مئات من المسافرين العالقين الذين سيراقبون من وراء زجاج المطار هذه الليلة ما سيحدث. الآن في بقية المدينة من بقى في بيته الآن على مسؤوليته، بعد أن تمر الرياح بسرعة 50-60 كيلومتر في الساعة لن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى ذلك المواطن وإنقاذه من شرفته أو من فوق سطح المبنى. الآن نحن في النفق أو في الساعة الزمنية الأخيرة بضع ساعات وتصل إيرما لتضرب ميامي على الساحل الشرقي لفلوريدا وأيضا الساحل الغربي لفلوريدا، وقد تصل وسيكون هدفها ومسارها حسب ما يبدو حسب آخر معلومات مسارها أيضا مدينة تامبا الشهيرة بمركز القوات الوسطى التي تدير العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة في الشرق الأوسط وأفغانستان والعراق. بالتالي التوقعات الأمريكية الأكثر تفاؤلا تتوقع دمارا واضحا سيلحق بالممتلكات الخاصة، سيلحق بالبنية التحتية، سيلحق أيضا بوسائل الاتصال، بالهواتف في النقالة، بكل الحياة العامة الأمريكية. نتوقع ليلة سوداء من حيث المناخ، ولكن أيضا بعد أيام ستتحدثون ولا شك زميلتي عن الآثار بالمليارات لهذه الخسارات التي لم تسلم منها حتى أكبر دولة في هذه القارة الولايات المتحدة، وتستعد لليلة سوداء حسب كافة التقارير والتوقعات. وإليكم ورائي بعض ما ننتظر هذه الليلة، رياح ستصل إلى حوالي 200 كيلومتر في الساعة مع أمطار طوفانية وفيضانات، سيصل علو الماء 5 أقدام على الساحل الشرقي، 10 إلى 15 قدما فوق السطح اليابسة. نحن نتحدث فوق السطح اليابسة، أي أن المياه سترتفع من الصفر إلى قامت هذا المراسل وما أكثر، لتندفع نحو المنازل والمعامل ومحطات البنزين والحياة العامة والحياة الاقتصادية لأمريكا. لذلك لا نتمنى أن تبقى هناك ناصر، ونتمنى لك السلامة. شكرا جزيلا لك مراسلنا ناصر الحسيني من ميامي. شكرا لك.